هذه نشرة الظهيرة من الميادين وأبرز ما فيها. لجان الدفاع الشعبي تسيطر على كفرنايا جنوب تل رفعت بعد عين دقنة في ريف حلب الشمالي وتتقدم باتجاه كالجبرين. تركيا تواصل قصفها للأراضي السورية وموسكو تندد وتصف نهج أنقرة بالاستفزازي والخطر على السلام والأمن في الشرق الأوسط وفي خارجه. عشرات جرحى الفلسطينيين أثناء تصديهم لاقتحام الاحتلال لمخيم الأمعري في رام الله وإصابة جندي إسرائيلي. البنك الدولي يؤكد ارتفاع نسبة الفقراء في اليمن إلى 80% وعددهم إلى 20 مليون. وفي الظهيرة نافذة على إيران واستعداداتها لانتخاباتها البرلمانية ومجلس خبراء القيادة الأسبوع المقبل. أهلا بكم. أفاد مراسل الميادين في حلب بأن لجان الدفاع الشعبي سيطرت على بلدة كفرنايا جنوب تل رفعت في ريف حلب الشمالي، وكان الإعلام الحربي في سوريا قد أفاد بمقتل 40 مسلحا من مختلف الفصائل المسلحة في هجوم مستمر للجان الدفاع الشعبي بعد سيطرتها على بلدة عين دقنة وتقدمها باتجاه بلدة كالجبرين في محيط تل رفعت بريف حلب الشمالي. كما تمكنت اللجان من أسر عدد من المسلحين بينهم إسماعيل نداف أحد قادة لواء الفتح. وفي القسم الغربي لريف حلب الشمالي هجوم مباغت للجيش السوري وحلفائه أدى إلى انهيار متسارع في صفوف الجماعات المسلحة وأفضى إلى قطع خطوط الإمداد التركية لبلدات حيان وحرتان وعندان بعد استعادة السيطرة على تلال عدة أبرزها تلة القرعة. لم تمثل طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة وتحصينات المسلحين الضخمة عائقا أمام تقدم الجيش السوري في ريف حلب الشمالي الغربي. الجيش وحلفاؤه استكملوا عملياتهم العسكرية الناجحة في الريف الشمالي لحلب بعدما استعادوا السيطرة على عدد من البلدات والمواقع الهامة في هذا الريف الذي يعد الأقرب جغرافيا لتركيا. تم السيطرة على ظاهرة القرعة، ظاهرة الجيعة، ظاهرة القنديلي ومقلع السلام، ومنذ ساعات الصباح الباكر بدأت قواتنا باقتحام قرية الطامورة وتم السيطرة على قرية الطامورة، والشغل الآن يتم على قرية الخربي، وإن شاء الله ساعات قليلة وتكون قرية الخربي بيد قوات الجيش العربي السوري والقوات الصديقة والمدافعين عن بلدتي الزهراء هنا. أبرز التلال التي استعادها الجيش السوري وحلفاؤه تلة القرعة التي تشرف على أحد أهم خطوط إمداد التنظيمات المسلحة الآتية من ريف إدلب في اتجاه القسم الجنوبي من الريف الشمالي، وبات الجيش يسيطر بالنار وعلى نحو مطلق على الطرقات والمعابر الواصلة لبلدات حيان وحريتان وعندان من جهة الغرب، ما يشدد حصار تلك البلدات وسط معارك سريعة ومباغتة بالاعتماد على حرب العصابات والكوموندوس. في غضون ذلك عاود الجيش التركي قصف الأراضي السورية مشيرا إلى استهداف وحدات حماية الشعب الكردية عقب هجوم على موقع أمني حدودي في هاتاي. الجيش التركي كان قد أعلن مقتل جندي في اشتباك على الحدود السورية مع مجموعة تسعى إلى دخول تركيا. إلى ذلك نقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ قوله إن أنقرة لا تفكر في إرسال قوات إلى سوريا أو أن تكون قواته قد دخلت سوريا. هذا وقصفت المدفعية التركية معسكر قبار التابع لوحدات حماية الشعب وقريتي مريمين وأناب في مدينة عفرين بريف حلب الشمالية. على نحو مفاجئ وغير متوقع نفى وزير الدفاع التركي عصمت يلماز نية بلاده إرسال جنود إلى سوريا، مناقضا بذلك التصريحات السابقة لوزير الخارجية مولود جاويش أوغلو. فمع طرح السعودية فكرة إرسال قوات برية إلى سوريا تلقفت أنقرة تصريحات الرياض، وعلى وجه السرعة استقبلت قاعدة أنجرليك الجوية في تركيا الطائرات السعودية التي أرسلت بهدف تكثيف الغارات ضد داعش، وفقا للمستشار العسكري في وزارة الدفاع السعودية العميد الركن أحمد عسيري.
الحماسة السعودية التركية للتدخل بريا في سوريا التقت بدعم إماراتي وقطري. أبو ظبي أبدت استعدادها للمشاركة شرط قيادة الدخول البري أمريكيا. دعم مشابه جاء لاحقا من الدوحة التي رأى وزير خارجيتها في إرسال قوات برية إلى سوريا ضرورة ملحة. الموقف المصري لم يأتي بالحماسة ذاتها، القاهرة لا تجد بديلا عن التسوية السياسية، فالحل العسكري للأزمة السورية أثبت عدم جدواه بحسب وزير الخارجية سامح شكري. ومن دون تسجيل موقف رافض لإعلان التدخل البري في معرض التعليق عليه، رأى شكري أن العمل من خلال منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها هو الحل الأمثل لمعالجة الأزمة في سوريا. في ظل التناقض في تصريحات المسؤولين الأتراك حول التدخل البري، تواصل أنقرة قصفها مواقع الكرد عند الحدود مع سوريا. رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أكد أن بلاده لن تسمح بسقوط إعزاز شمال سوريا في أيدي وحدات حماية الشعب الكردية، متوعدا إياها بمواجهة أقصى رد فعل إذا ما حاولت الاقتراب من البلدة مجددا. في غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن تركيا سترد على وحدات حماية الشعب إذا واصلت مهاجمة أعزاز. إلى ذلك، أكد متحدث باسم الخارجية التركية أن أنقرة مصدومة من تصريحات أمريكية وضعت تركيا ووحدات حماية الشعب في سلة واحدة وفق كلامه. المتحدث قال إن تركيا لا تحتاج إلى تصريح لمحاربة منظمة إرهابية، وأكد أنه لا توجد طائرات سعودية في تركيا حاليا، لكنها ستحضر إلى قاعدة إنجرليك في الفترة المقبلة. في المقابل، وصفت وزارة الخارجية الروسية القصف التركي لسوريا بأنه عمل عدواني وداعم للإرهاب الدولي وانتهاك للقرارات الدولية. وأكدت الخارجية الروسية دعمها لطرح القصف التركي على مجلس الأمن، وقالت إن ما سمته نهج أنقرة الاستفزازي يمثل خطورة على السلام والأمن في الشرق الأوسط وخارج حدوده. وزارة الخارجية السورية كانت قد أكدت أن قصف المدفعية التركية للأراضي السورية يمثل دعما تركيا مباشرا للتنظيمات المسلحة واعتداء على الشعب السوري وعلى حرمة سوريا وسلامتها الإقليمية. وفي رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، طالبت الوزارة مجلس الأمن بوضع حد لما وصفته بجرائم تركيا. وأضاف البيان إن المدفعية التركية استهدفت بقصفها أماكن وجود مواطنين كرد سوريين ومواقع للجيش السوري وقرى آهلة بالسكان. في هذه الأثناء، أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم أن تركيا ورطت حلف شمال الأطلسي الناتو عندما أسقطت طائرة سوخوي 24 الروسية الحربية في سماء سوريا. وقال ميدفيديف في مقابلة مع مجلة تايم الأمريكية أن تركيا لم تورط نفسها فحسب، بل ورطت الحلف بأكمله. ميدفيديف كان قد جدد تحذيره من أن أي عملية برية في سوريا ستقود إلى حرب شاملة وطويلة الأمد. إذا كان كل ما يريده البعض هو حرب طويلة، يمكنه أن ينفذ عمليات برية وأي شيء آخر، لكن لا يحاولن أن يخيف أحدا. دعوني أكرر، لا أحد يرغب في اندلاع حرب جديدة، وما يجب أخذه في عين الاعتبار أن أي عملية برية ستقود إلى حرب شاملة وطويلة. من جهته، شدد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر الأنصاري على أن أي تدخل عسكري في سوريا يجب ألا يتعارض مع السيادة السورية ويجب أن يحظى بقبول دمشق. أي إجراء يتخذ من دون التنسيق مع الحكومة السورية ومن دون احترام السيادة السورية سيزيد من تعقيد الأزمة وتكثيف الأعمال الإرهابية على يد الجماعات الإرهابية. وإذا كان النهج الذي تتبعه تركيا والمملكة العربية السعودية في سوريا فعالا، فإن استمرار الأعمال الاستفزازية يمكن أن يكون فعالا أيضا.
في سياق آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن موسكو ستبدأ بتسليم أنظمة S-300 الصاروخية في أقرب وقت لإيران، التي عبرت أيضا عن رغبتها في شراء أنظمة S-400 الأكثر تقدما بحسب الوكالة. يأتي ذلك فيما وصل وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان إلى موسكو على رأس وفد عسكري كبير، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرجي شويغو وقادة آخرين عسكريين وسياسيين. في المقابل، تشهد السعودية في الساعات القليلة المقبلة وصول القوات المشاركة في المناورة العسكرية رعد الشمال 20 دولة عربية وإسلامية، إضافة إلى قوات درع الجزيرة ستشارك في هذه المناورة، حيث بدأت طلائع القوات المشاركة في التمرين ومنها الكويتية بالتوجه إلى السعودية. تفاصيل هذه المناورة مع سارة الحاف. أهلا بكم. رعد الشمال هو عنوان المناورة السعودية التي تجري في مدينة الملك خالد العسكرية بمدينة حفر الباطن شمال المملكة. 20 دولة تشارك في المناورة العسكرية التي وصفتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأنها الأكبر في المنطقة من حيث عدد الدول المشاركة والعتاد العسكري. فإضافة إلى السعودية تشارك كل دول مجلس التعاون الخليجي، الإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، كما تشارك مصر والأردن والسودان وباكستان والمغرب وتونس والسنغال وموريتانيا وتشاد وماليزيا وغيرها، إضافة إلى قوات درع الجزيرة. طائرات مقاتلة من أنواع مختلفة فضلا عن سلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية ستشارك في رعد الشمال في محاكاة لأعلى درجات التأهب، مع الإشارة إلى أن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني في تونس بالحسن الوسلاتي أكد أن مشاركة تونس لن تكون باعتماد القوات العسكرية، ولكنها ستعتمد على الملاحظة من قبل ضباط عسكريين بقصد تبادل الخبرات. المناورات العسكرية هذه تأتي قبل نحو شهر من الاجتماع الأول لما سمي بالتحالف العسكري الإسلامي ضد الإرهاب، الذي أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان تشكيله في كانون الأول ديسمبر، ويضم 35 دولة. إلى الجولان السوري المحتل، حيث يحتفل مئات السوريين بذكرى انتصارهم على محاولات احتلال إسرائيل فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم. هناء محمد. نحو 5 عقود من الاحتلال الإسرائيلي لم تثن هؤلاء الجولانيين عن التمسك بهويتهم الوطنية. اليوم هم يحيون ذكرى الإضراب الكبير، إضراب انتصروا فيه على محاولات إسرائيل أسرلتهم. ستة أشهر من الحصار والاضطهاد الإسرائيليين بهدف تنفيذ قرار ضم الجولان وفرض الجنسية على أصحابه السوريين قوبلت بالصمود. جنسيتك صهيوني ما نرضى بها، ويجي يزتوا الهوية على الدار يدقوا ويشلنا إياها على جوا، ما هي نقبلش نمسكها ونرجع نزتها من الشباك لهون لبرا، وما كناش نقبل يعني قديش ضيقوا علينا الحصار وضيقوا الاكل وهذا، وما كناش الحمد لله، فلانه كنا نحن مأمنين انه بيصحش عند رب العالمين غير الصحيح، ونحن اصلنا سوريين ومستحيل نخن وطننا وارضنا. اهالي الجولان بلوا الخبز في المي والسكر واكلوا الحشيش من الارض، ولن نركع ولن نرضى إلا في هويتنا العربية السورية. المسيرة والمهرجان الشعبي تحولا إلى تقليد سنوي يشارك فيه المئات من أبناء الجولان إلى جانب وفود فلسطينية. في ظل التطورات العسكرية على الساحة السورية، يؤكد هؤلاء وحدة الحال والمصير. نعتز بموقف الجيش العربي السوري الذي وقف حبس متنين متتاليات أمام هذا المد الاستعماري، أمام هذا الموقف العالمي ضد هذا الوطن ضد هذا الشعب. نحن مع سوريا حتى تنتصر، من الصمود في الجولان إلى انتصار سوريا الوطن وإلى القضاء على مؤامرة الإرهاب العالمية على سوريا. ويعيش في الجولان السوري المحتل ما يربو على 23,000 سوري، فيما تواصل إسرائيل استغلال خيراته الطبيعية من مياه ونفط وأرض. هناء محميد، الجولان السوري المحتل، الميادين.
أصيب 26 فلسطينيا أثناء تصديهم لمحاولة قوات الاحتلال اقتحام مخيم الأمعري قرب رام الله، كما جرح جندي إسرائيلي. وذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن قوة تابعة للجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم الأمعري لاعتقال عناصر من حركة فتح، فوجهت برشق الحجارة من قبل سكان المخيم، فيما عمد جيش الاحتلال إلى إطلاق النار على الفلسطينيين. وحول هذه التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا نسرين سلمي. نسرين، ما الجديد لديك فيما يتعلق بعملية الاقتحام الإسرائيلية في مخيم الأمعري؟ قوات الاحتلال عمليا انسحبت من مخيم الأمعري. الآن الوضع في محيط مخيم الأمعري هادئ قبل قليل من هناك. هناك هدوء حذر بعدما انسحبت قوات الاحتلال، لكن طبعا هناك عدد كبير من الإصابات، حوالي 28 إصابة نقلت جميعها إلى المشفى لتلقي العلاج. أصعب الإصابات كانت إصابة بالرأس، لكن الحمد لله كانت الإصابة أيضا وصفت بمتوسطة لأن الرصاصة لم تدخل الرأس وإنما مرت من جانبه. الإصابة نقلت إلى مشفى رام الله. هناك عدد من الإصابات بالرصاص الحي طبعا بالأطراف السفلى أيضا نقلت لتلقي العلاج. قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم الأمعري حوالي 10 أشخاص، لكن الشخص الذي أرادت اعتقاله هو أيمن أبو عرب من حركة فتح، لم تتمكن من اعتقاله بل اعتقلت شقيقه بعد ما داهمت المنزل. طبعا أثناء انسحاب قوات الاحتلال تصدى لها شبان بقوة بالحجارة، حاصروها من مدخلي المخيم، المدخل الأمامي والمدخل الخلفي، وقاموا برشقها بكميات كبيرة من الحجارة مما تسبب بإصابة جنديين، أحدهما إصابته وصفت بالمتوسطة حيث أصابه حجر كبير في كتفه، وتم علاجه حتى ميدانيا داخل المخيم عندما قامت قوات الاحتلال بإحاطته وتقديم العلاج له، والآخر أصيب في ركبته ونقل طبعا بسيارات العسكرية لتلقي العلاج. وأثناء انسحاب القوات طبعا الشبان تصدوا لها بالحجارة وزجاجات الفارغة. العملية عمليا انتهت، لكنها كانت أيضا شنت في ساعات الليل عملية مداهمة لمخيم قلنديا أيضا وهو قريب من مخيم الأمعري على المدخل الجنوبي لمدينة رام الله والبيرة. اعتقلت منه عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال أبو الليل، واعتقلت أيضا ثلاثة أشقاء من قرية عبود قرب رام الله. بالإضافة إلى كل هذا، قبل ساعة من الآن كان هناك اقتحام لمدينة الخليل، عدة أحياء في مدينة الخليل وأيضا بلدة دير سامت القريبة، وداهمت عدد من المنازل هناك وحاولت اعتقال عدد من الشبان، لكن من كانت تبحث عنهم لم تجدهم، لم يكونوا متواجدين في المنازل. قرية العرقة أيضا قرب مدينة جنين شهدت أيضا اقتحام لقوات الاحتلال وحصار شامل لها. طيب نسرين، يعني كيف تتابعت ردود الأفعال الرسمية والشعبية على هذا الذي جرى اليوم في مخيم الأمعري من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية؟
شعبيا كان الرد هو بالتصدي الشبان لقوات الاحتلال بالتظاهرات بالرشقه بالحجاره وبرفض مثل هذه الاقتحامات. رسميا طبعا هناك ادانه لمثل هذه الاعتداءات. الرئيس الفلسطيني يحاول في هذه الاثناء الحصول على قرار من مجلس الامن الدولي من اجل ادانه الاستيطان وادانه عمليات الاحتلال ضد الفلسطينيين وتحديدا عمليات قتل الاطفال التي تتم بشكل عشوائي. دائما ما يكون هناك قتل الأطفال حتى لو كانوا ينفذون مثل عمليات المقاومة هم قصر ويمكن لجيش مدرب أن يتعامل معهم بطريقة أخرى غير القتل المتعمد. وبالتالي هناك محاولة لإحضار قرار من مجلس الأمن لإدانة مثل هذه العمليات وتحديدا في موضوع الاستيطان. طبعا هناك حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني وهناك حالة من الغليان. العرقة شهدت تظاهرات، الخليل تشهد تظاهرات، معظم مناطق التماس في الضفة الغربية تشهد تصدي لاعتداءات الاحتلال بشكل يومي، لأن هذه الاعتداءات لا تتوقف ولا تقتصر فقط على من ينفذون العمليات، بل هناك مداهمات يومية وليلية لمنازل الفلسطينيين في القرى والمدن. بعد قليل، بعد حوالي نصف ساعة من الآن، سيكون هناك أيضا تظاهرة وسط مدينة رام الله تضامنا مع الأسير الصحفي محمد القيط، لأنه في هذه الأثناء أيضا سيكون هناك محكمة له في محاولة للحصول على قرار من النيابة الإسرائيلية ومن المحاكم الإسرائيلية بإخراج القيل من الاعتقال وإحضاره هنا إلى أحد مشافي مدينة رام الله لتلقي العلاج، لأن وضعه خطير جدا. عائلته دعت إلى مثل هذه المسيرة. نقابة الصحفيين الفلسطينيين أيضا طالبت بالتدخل العاجل وقالت أنها ستمنع دخول الصحفيين الإسرائيليين إلى المناطق الفلسطينية وطالبت بمنع إجراء مقابلات معهم طالما بقي القيل في الاعتقال، وخاصة اتهموا إسرائيل بمحاولة اغتياله وقتله. شكرا جزيلا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين، كنت معنا من رام الله. وفي ذات السياق وتحت عنوان الحرية أو الشهادة، نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتصاما تضامنيا مع الأسير الصحفي محمد القيق المضربي عن الطعام في سجون الاحتلال منذ 83 يوما على التوالي. وطالب طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسير الصحفي. كل هذا الفعل المتسع والمتزايد هي لتوصيل رسالة ضغط على دولة الاحتلال وعلى إدارة السجون من أجل الاستجابة لمطلب محمد القيق وهو الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، باعتبار مسوغات اعتقاله لا تستند إلى أي أسس قانونية وتتعارض مع القوانين الدولية. أثارت التقديرات الاستخبارية التي تتحدث عن تطوير حزب الله لقدراته القتالية على نحو سريع قلق الجيش الإسرائيلي، ولا سيما في ظل الحديث عن استخدام الحزب منظومات رادار متطورة موضوعة على بطاريات دفاع جوي يجري توجيهها نحو الطائرات الحربية الإسرائيلية. تقرير منال إسماعيل. حزب الله مستعد للمرحلة المقبلة ويتهيأ لإسقاط طائرات حربية إسرائيلية فوق لبنان، وهو بات يمتلك تكنولوجيا عسكرية متطورة لهذه الغاية، والكلام لمصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. المصادر قالت إن حزب الله بدأ باستخدام وبتفعيل منظومات رادار متطورة موضوعة على بطاريات دفاع جوي، وبدأ بتوجيهها نحو طائرات حربية إسرائيلية، ما يعني الإعداد لإطلاق صواريخ باتجاهها. لدى حزب الله قدرات لا يجوز الاستهانة بها. لقد جمع الحزب وأعد قوات متخصصة بالصواريخ أكثر مما كان له في السابق. المصادر التي عدت خطوة حزب الله هذه عملا هجوميا لفتت إلى أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي الذين اعتادوا التحليق في سماء لبنان يواجهون قلقا من نوع جديد. تقديرات المؤسسة الأمنية تفيد بأن حزب الله نجح في نقل منظومات دفاع جوي من سوريا إلى لبنان، وذلك برغم الهجمات الإسرائيلية على شحنات سلاح تابعة لحزب الله في سوريا. تطور قدرات حزب الله ترافق بحسب المصادر العسكرية مع تغيير كبير في قواعد اللعبة بسبب العلاقة بين حزب الله وسوريا وروسيا، تغيير ستكون نتيجته بحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي
ضرب سفن حربية وإسقاط طائرات وإغلاق مطار بن غوريون في أي مواجهة مستقبلية مع حزب الله. مواجهة قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هيرتسي هاليفي إن فرص اندلاعها مرتفعة، بعدما حذر ضابط كبير من أنها ستكون معقدة في ضوء امتلاك حزب الله أكثر من 130 ألف صاروخ يزداد مداها ودقتها مع مرور الوقت. نتابع الظهيرة مشاهدينا من الميادين وننتقل وإياكم إلى طهران لنفتح منها نافذة لتغطية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة المقررة الأسبوع المقبل. وننتقل الآن إلى الزميلة وفاء العم والنافذة من طهران. إليك وفاء. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة التي نطل بها عليكم من طهران، حيث نتابع فيها آخر تطورات المشهد الانتخابي في إيران عبر نشرات الأخبار في الميادين. تتواصل الاستعدادات في إيران لإجراء الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس خبراء القيادة في 26 من الشهر الجاري. الحكومة أعلنت جاهزية اللجان المختصة لمراقبة سير عمل العملية الدعائية والانتخابية. من جهته أعلن رئيس لجنة الانتخابات محمد حسين مقيمي أن نحو 54 مليون و900 ألف شخص يحق لهم التصويت في الدورة العاشرة لانتخابات مجلس الشورى والدورة الخامسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة. هذا وتنطلق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية قبل أسبوع من الاقتراع، فيما تستمر الحملة الدعائية لمجلس الخبراء على مدى أسبوعين حيث تنتهي قبل يوم من انطلاق عملية الاقتراع. لمزيد من التفاصيل حول المسجدات الانتخابية معنا من طهران مدير مكتب الميادين محمد حسن البحراني. أهلا بك محمد. يا أهلا ومرحبا. أهلا وفاء. محمد، هل أعلنت القوائم النهائية لانتخابات مجلس الشورى الإيراني، وماذا بشأن القوائم المتعلقة بانتخابات مجلس خبراء القيادة، وأي شكل من القوائم أفرزت؟ نعم، فحقيقة يمكن القول أن القوائم الرئيسية للكتل الأساسية السياسية في إيران قد اكتمل نصابها اليوم أو تكاد تكون قد اقتربت من ذلك. يعني نحن نتحدث عن القوائم، ثلاث قوائم أساسية. الجبهة المتحدة للأصوليين أعلنت عن كل مرشحيها المتعلقين، سواء كانوا المتعلقين في العاصمة طهران أو المدن الإيرانية، 30 مرشح عن طهران، وكل المرشحين المطلوب منها أن تعلنهم قد تم الإعلان عنهم بالفعل قبل 3 أيام على لسان خلال مؤتمر صحفي لرئيس الكتلة غلام علي حداد عادل رئيس البرلمان السابق. ما يتعلق الأمر بالإصلاحيين، اليوم أعلن عن 20 اسم من 30 اسم مرشحين للعاصمة طهران، إضافة إلى الإعلان عن كل الأسماء المطلوبة للمدن الإيرانية الأخرى. ونعلم نحن أن القائمة الإصلاحيين أو القوى الإصلاحية اليوم يتزعمها نائب الرئيس السابق محمد خاتمي، محمد رضا عارف، هو الذي يقف على رأس أو صدارة قائمة مرشحي طهران عن القوى الإصلاحية. لكن آخر المعلومات تقول أن محمد رضا عارف سيعلن عن قائمة طهران التي تتشكل من 30 مرشح لدائرة طهران يوم غد ربما صباحا أو ظهرا. القائمة الثالثة التي ظهرت إلى الساحة خلال الدورة الانتخابية الحالية هي قائمة صوت الشعب أو نداية إيران، التي يتزعمها النائب البرلماني المخضرم علي مطهري، والتي يطلق عليها البعض بالخط الثالث أو التيار الثالث، وهو تيار معتدل مساحته تتراوح بين الإصلاحيين والمحافظين، أو يضم
بتعبير أدق الإصلاحيين المعتدلين والمحافظين المعتدلين، ويطمح هذا التيار حقيقة إلى أن يقود الساحة الإيرانية في الدورة البرلمانية المقبلة. لكن السؤال، هل سيتمكن علي مطهري وأنصاره من تحقيق هذا التمني أو هذا الحلم أو هذا الطموح؟ هناك يعني هذا تساؤل كبير في ظل الخبرة الكبيرة والعريقة للقوى الإصلاحية المحافظة التي تمرست على ممارسة العمل السياسي وعرفت كيف تدخل هذه اللعبة السياسية في ظل هذه الظروف الحالية. بطبيعة الحال هناك قوى أيضا ربما تظهر إلى الساحة الإيرانية خلال اليومين القادمين. يعني نحن نعلم أنه ليست هناك قوى أو أحزاب سياسية كبيرة في إيران. الحياة السياسية في إيران هي عبارة عن تيارات سياسية وليست أحزاب. لذلك هناك توقعات بأن تظهر قوى سياسية موزونة خلال الأيام القليلة القادمة، خلال اليومين القادمين تحديدا، التي لم تشملها قوائم القوى المعتدلة والإصلاحية والمحافظة، ربما قد تعلن عن نفسها خلال اليومين القادمين. بطبيعة الحال ما يتعلق الأمر بمجلس خبراء القيادة، هناك قائمتان أساسيتان حقيقة. القائمة التي أعلنت عنها رابطة علماء الدين المجاهدين، وهي قائمة محافظة، والقائمة التي اشتركت مع قائمة جامعة مدرسي الحوزة العلمية، والقائمة الأخرى المنافسة والأساسية هي التي يتزعمها الرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني ورئيس هيئة تشخيص مصلحة النظام حاليا. بطبيعة الحال ينبغي الإشارة إلى أن المرشحي القائمتين، ربما ثلثي مرشحي القائمتين المتنافستين على للفوز بعضوية مجلس خبراء القيادة، هم أسماء مشتركة باستثناء أسماء قليلة. قائمة التي يضمها الرئيس هاشمي رفسنجاني هناك أسماء قليلة لا تضمها القائمة الأخرى، كوزير الاستخبارات الأسبق الحالي محمود علوي، وأسماء أخرى. طبعا قائمة رفسنجاني لمجلس خبراء القيادة لا تضم ثلاثة أسماء مهمة جدا، وهم أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور، ومصباح يزدي أحد أبرز علماء الدين في قم وأساتذة الحوزة العلمية، ومحمد يزدي رئيس السلطة القضائية السابق. في كل أحوال وفى ما يمكن الإشارة إليه أنه الذي يهم النظام الآن هو نسبة المشاركة الشعبية. نحن نعلم أن نسبة المشاركة تراوحت بين 51% إلى 71%، والسؤال كم سيشارك من الإيرانيون بالتأكيد محمد يعني سيتضح ذلك خلال الأيام المقبلة. يعني يفصلنا أيام قليلة فقط في للدخول في المعركة الانتخابية. كل الشكر لك محمد حسن البحراني مدير مكتب الميادين في طهران على هذه المعلومات. الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد دعا إلى المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا نجاح الانتخابات في البلاد أو أن نجاح الانتخابات في البلاد سيؤثر على المنطقة والعالم أيضا. روحاني أكد على أن جميع الإيرانيين المشاركة في صناديق الاقتراع، مضيفا أن عدم المشاركة سيؤدي إلى عدم تحسن ظروف البلاد. الرئيس الإيراني دعا الشعب إلى انتخاب الأصلح من بين المرشحين، موضحا أهمية الاتحاد والانسجام بين الشعب من أجل بناء إيران وتنميتها والتعويض عن السنوات الماضية. أيضا في الانتخابات الإيرانية أو في سياق تغطيتنا للانتخابات الإيرانية، 6300 مرشح للانتخابات التشريعية في إيران جرت الموافقة على ترشيحاتهم من أصل 12,000 تقدموا بطلباتهم. فما هي الآلية المتبعة لقبول طلبات الترشح في إيران؟ فاطمة روماني. أهلا بكم. الترشح للانتخابات التشريعية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية دونه شروط، على المرشح أن يستوفيها ليقبل طلبه. المادة 28 من قانون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي تبين هذه الشروط، وهي أن يكون حاملا للجنسية الإيرانية، الإيمان والالتزام العملي بالإسلام والنظام المقدس للجمهورية الإيرانية، أن يكون المرشح وفيا للدستور الإيراني ولولاية الفقيه.
أن يكون حاملا شهادة الماجستير أو ما يعادلها، شهادة حسن السيرة في المنطقة المرشح عنها، السلامة الجسمية، وأن يكون قد أكمل 30 عاما من عمره على ألا يتجاوز 75. يتقدم المرشح بطلبه ليدرس من قبل مجلس صيانة الدستور الذي يبت أهلية أو صلاحية المرشح. بعد اختيار المرشحين يتم تشكيل اللجان التنفيذية المشرفة على الانتخابات، ويعطى المعترضون 3 أيام للاحتجاج على قرارات اللجان، حيث تجري دراستهم من قبل الهيئات المشرفة على الانتخابات في المحافظات، وترسل الأسماء النهائية إلى مجلس صيانة الدستور لدراستها، ومن ثم تعلن الأسماء وترسل إلى الهيئات المعنية في المحافظات. يمنح المرشحون أسبوعا للدعاية الانتخابية تتوقف في يوم الصمت الانتخابي، أي قبل عملية الاقتراع ب24 ساعة. أما الطوائف غير المسلمة فهي ممثلة ب5 نواب من أصل 290 مقعدا كالتالي: 2 للأرمن، 1 للمسيحيين الآشوريين والكلدانيين، 1 للزرادشتيين، و1 لليهود. نختم هذه النافذة مع حدائق طهران، حيث تمتاز إيران بشكل عام والعاصمة طهران بشكل خاص بحدائقها الخلابة والمتنوعة، فحب الطبيعة وتقديرها متجذران لدى الإيرانيين، والسعي مستمر لإنشاء المزيد وتطوير الموجود لتبقى البصمة الخضراء ميزة المدينة المتجددة. تقرير هبة محمود. كل طرق طهران تؤدي إلى مكان مشابه، فضاء أخضر ومساحات للطبيعة. بالأرقام هناك أكثر من 2122 متنزها في طهران، وبالمساحة تشكل هذه الحدائق أكثر من 50 كيلومترا مربعا، وفي النسبة تصل إلى 8% من كامل مساحة طهران، وتتجاوز المساحة الخضراء 20% من مساحة العاصمة إذا احتسبت أشجار الرصيف والساحات والطرق السريعة. طهران التي تعني الأرض المنبسطة منحت كل فرد فيها مساحة خضراء تصل اليوم إلى نحو 15 مترا مربعا، وسط مساع لرفعها إلى أكثر من 17 مترا مربعا بعد 3 سنوات. في إيران وتحديدا في طهران نستطيع أن نشاهد الفصول الأربعة في الوقت نفسه على نحو مميز وجميل. نحن الآن في الشتاء وهو فصل ذو جمال خاص. أحب هذه الحديقة القديمة والتاريخية. حدائق كثيرة أدرجت في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لكن لا علاقة للأرقام بعلاقة الحب بين أهل إيران ونتاج الطبيعة. هنا تقرأ إيران تاريخا وتتجول في دروب ثقافتها ومدنها فتجد الشجر والماء. بلدية طهران لديها برنامج مفيد جدا لنا، الشباب وأوقات فراغهم دوما في اعتبارها. طقس بلدنا جميل وطبيعته خلابة، أحب التواصل هنا مع الطبيعة والماء والشجر تحديدا. يخلص الناس هنا للطبيعة، يقضون أوقاتا من البهجة والمتعة، ويوثقون لعلاقة ارتباط تتجاوز التسلية وتصب في جذور الشخصية الإيرانية تاريخا ودينا وحضارة وفلسفة. في حضارة بلاد فارس القديمة شبهت الأشجار بملائكة الأرض، وعمل على حمايتها رجال الدين والدولة عهودا وعصور كثيرة مضت، وبقيت هذه البلاد وفية لحبها التاريخي للطبيعة ولجمالها. هبة محمود، طهران، الميادين. وصلنا إلى ختام نافذتنا من طهران، ونعود لاستوديوهات الميادين وزميل ملحم رية. شكرا جزيلا لك وفاء ولكل الزملاء المشاركين في هذه التغطية الخاصة بالانتخابات الإيرانية. قال البنك الدولي في تقرير له إن عدد الفقراء في اليمن ازداد إلى نسبة 80% من إجمالي عدد السكان. وكشف التقرير أن عدد الفقراء زاد من 12 مليون نسمة في إبريل نيسان 2015 إلى أكثر من 20 مليونا. تقرير أحمد زبيبة.
خلف قضبان الفقر تعيش هذه الأسرة اليمنية، أنهكها البحث عن كسرة الخبز لأطفالها. الحرب أفقدتهم كل شيء، 4 أطفال يتجرعون ألم الجوع ويتحملون مسؤولية الحياة منذ طفولتهم، فها هم يجمعون قوارير المياه الفارغة ويبيعونها من جديد بمبلغ زهيد، علها تأتيهم ببعض الطعام. ما عاد قدرنا ندخل الصرفة ولا المأكل ولا المشرب، ولا أحد عذر ذي يشتري مننا، والحمد لله نمشي حالنا. كان نقط إحنا رخيصة حتلة، نجمع له مقدار كبير كثير بنشوالة كبيرة، بدل نبيعهن نشتري قدر البيت والله صابوح عشاء. معاناة هذه الأسرة هي انعكاس لمعاناة 20 مليون مواطن يمني. تقرير البنك الدولي يخلص إلى أن عدد فقراء اليمن زاد إلى ما نسبته 80% من إجمالي عدد السكان. المصانع وكثير من المزارع التي تم استهدافها كان يعني يعمل فيها أكثر من مواطن يعني يمني، وأدت هذا إلى تسريح هؤلاء الناس، وبالتالي انعكس الوضع سلبا على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصا. الفقر ليس وحده المشكلة، فالنزوح والتشرد يكادان لا يغيبان عن أي محافظة، وعدد النازحين والمتشردين وفق التقارير فاق 2.5 مليون شخص، وهو ما يعادل 10% من تعداد السكان. التدخل العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية أدى إلى انتكاس عملية التنمية في اليمن، ما أثر على حياة المواطنين بشكل كبير. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين. إلى الشأن الليبي، حيث أعلن المجلس الرئاسي الليبي تأليف حكومة الوفاق الوطني في اليوم الأخير من المهلة المعطاة له، وذلك بعد محادثات مطولة في مدينة الصخيرات المغربية. وتولى المهدي البرغفي منصب وزارة الدفاع، فيما أسندت حقيبة الداخلية إلى عارف الخوجة والخارجية إلى محمد سيالة. وتألفت الحكومة الجديدة من 13 وزيرا ومعهم 3 سيدات إضافة إلى 5 وزراء دولة. والآن إلى فقرة الاقتصاد مع الزميلة إليسار كرم. أهلا بك يا إليسار. شكرا لك. أهلا بكم. يزور وفد من صندوق النقد الدولي العاصمة التونسية لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة تفوق 1.7 مليار دولار. وكانت الهجمات الإرهابية قد أدت إلى تراجع المداخل السياحية في تونس، أما ارتفاع نسب البطالة وانخفاض الأجور فأديا إلى اندلاع الاحتجاجات في أرجاء البلاد. تسعى الجزائر إلى إقناع منتجي النفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها بالتوافق على صيغة تحقق استقرار السوق البترولية وترفع أسعار النفط. وزير الطاقة الجزائري صالح خبري قال إن الاتصالات جارية من أجل استقرار السوق التي تواجه منذ أكثر من عام فائضا في العرض مقابل انخفاض في الطلب، وأشار إلى أن بلاده تهدف إلى تقريب وجهات النظر من أجل تخفيض الإنتاج، ولا سيما أن منظمة أوبك تخسر حصصها في السوق، وقد انتقلت من 44% في التسعينيات إلى 31%. كشف مسؤول مصري أن السعودية توفر شهريا 800,000 طن من المشتقات النفطية لبلاده، وذلك بدءا من شباط فبراير الحالي حتى نيسان أبريل المقبل مقابل تسهيلات كبيرة في السداد. وتورد السعودية وفق المسؤول 180,000 طن من البنزين و 150,000 طن من المازوت، إضافة إلى 470,000 طن من السولار. قال مدير الدائرة الآسيوية الثانية في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف أن بلاده ترغب في تحسن العلاقات الإيرانية السعودية لإجراء تحرك مشترك للتأثير في أسعار النفط. كابولوف أكد أن الجميع يحتاج إلى الاستقرار في سوق النفط، وأن طهران قبلت اقتراحا من موسكو بالتدخل كوسيط بينها وبين الرياض، مشيرا إلى أنه على الجانبين بذل قصارى جهدهما للمساهمة في ذلك.
الشركة السعودية للكهرباء أكبر شركة للمرافق في الخليج رفعت سقف برنامج للتسهيلات الائتمانية الاحتياطية إلى 2.5 مليار دولار من 1.5 مليار فقط. الهدف من هذا البرنامج تمويل بعض المشاريع الرأسمالية بعدما وافقت اللجنة التنفيذية للشركة على تفاوض للحصول على تسهيلات ائتمانية احتياطية في العام الماضي. هذا علما أن البنك المركزي السعودي رفع نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية إلى 90% في إطار السعي إلى تخفيف شح السيولة في النظام المصرفي. تراجع الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنسبة 4% في الربع الأخير من العام الماضي بالمقارنة مع الربع الثالث أما الانكماش السنوي فوصلت نسبته إلى 1.4%. هذا التراجع أدى إلى تعثر النمو الاقتصادي الذي سجل نسبة 4% فقط طيلة العام الماضي. وكانت المصاعب الاقتصادية في اليابان قد زادت منذ نحو عام تقريبا بسبب تباطؤ استيراد البضائع اليابانية من جانب الصين، إضافة إلى هبوط الاستهلاك الخاص الذي يمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز ونعود من جديد إليك ملحم. شكرا جزيلا لك إليسار. في إسلام أباد أقيم مهرجان الأفلام القصيرة بمشاركة أكثر من 250 فيلما، ويسعى المهرجان وفق القيمين عليه إلى تأكيد أهمية التنوع الثقافي والحضاري في العالم. تقرير بكر يونس. مهرجان الأفلام القصيرة لإيجاد تغيير في المجتمع الباكستاني بنحو خاص وفي العالم بنحو عام هو ما هدف إليه هذا المهرجان الذي شاركت فيه أفغانستان والهند وأمريكا وفرنسا وألمانيا، ليصل عدد الأفلام المشاركة إلى 250 فيلما. كان لباكستان النصيب الأكبر من المشاركة فيه، إلا أن المركز الأول حصده الفيلم الأفغاني من فئة الدراما رؤية. الأفلام وسيلة مهمة للتواصل وقادرة على التغيير. نأمل في المستقبل التركيز على أفلام من إنتاج الجنس اللطيف، لأن عملهن خلف الكاميرا يسمح لهن بتقديم قصص مهمة وجديدة عن المرأة. الفيلم الهندي الشيطان حصد المركز الثاني، بينما تمكنت باكستان من حصد المرتبة الثالثة بفيلم الطوفان. التنوع الفريد الذي اجتمع في هذه القاعة كان له الكثير من الأثر، الأمر الذي بدا واضحا لدى الجمهور الأجنبي تحديدا الذي عبر عن الكثير من الإعجاب بما شاهد. هذا المهرجان للشباب على نحو خاص، حيث يعبرون من خلال أفلامهم عن القضية التي يعتقدون أنها الأهم في حياتهم. جعل مدة الفيلم 60 ثانية فكرة رائعة، حيث تجعل المشاركين يركزون على فكرتهم أكثر ليقدموها بطريقة مؤثرة ومهمة. لم تقتصر الملفات المطروحة في هذا المهرجان للأفلام القصيرة على التحديات التي تواجهها الكثير من الدول المشاركة، بل تعدتها إلى إيجاد أفكار جديدة وعرجت على إيجابيات الفكر الإنساني والتصورات الثقافية المتنوعة. للسنة الثالثة على التوالي يقام المهرجان ونصب عينيه تشجيع مشاركة الشباب لطرح أفكار جديدة ومبتكرة تحمل في طياتها رسائل ذات طابع اجتماعي وفكري. بكر يونس، إسلام أباد، الميادين. والآن إلى فقرة الرياضة مع الزميلة عبير الذوادي. أهلا بك عبير. شكرا لك ملحم. أهلا بكم. لويس إنريكي مدرب برشلونة خصص جل المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه الكبير على سيلتا فيغو للدفاع عن طريقة تنفيذ ليو ميسي ولويس سواريز ركلة الجزاء. المدرب الإسباني عبر عن أسفه للجدل الذي أحدثته هذه اللقطة، شدد على أن فريقه يحترم جميع المنافسين، مشيرا إلى أن ثنائي ميسي سواريز لم يقصد إهانة سيلتا فيغو. وذكر إنريكي أن ثنائي أياكس يوهان كرويف وجيبسر أولسن نفذ ركلة مشابهة عام 82. وبفوزه ب6 أهداف لـ1 في المرحلة 24 رفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، وحافظ على فارق نقاط 3 عن ملاحقه أتلتيكو مدريد.
باللاعب العظيم وصف أرسن فينجر مهاجم فريقه داني ويلبيك صاحب الهدف القاتل في مرمى ليستر سيتي. المدرب الفرنسي قال إن ويلبيك يمتلك عقلية كبيرة وأنه عمل بجد للعودة من الإصابة. فينجر رأى أن رغبة اللاعبين في الفوز هي التي ساعدتهم على قلب تأخرهم بهدف إلى فوز بهدفين، ورأى أن الانتصار على ليستر عزز إيمان الفريق بالقدرة على الفوز باللقب. وبالرغم من الخسارة أشاد مدرب ليستر سيتي كلاوديو رانييري بلاعبيه مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق الفوز. المدرب الإيطالي انتقد قرار الحكم بطرد لاعبه داني سيمسون مشيرا إلى أن البطاقة الحمراء ضد اللاعب كانت غير مستحقة. رانييري قال إن فريقه كان الأفضل في اللقاء لكن أرسنال كان أذكى باقتناص هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة. ليستر تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 53 نقطة، لكنه بقي متصدرا بفارق نقطتين عن توتنهام وأرسنال. روبرت ليفاندوفسكي يواصل بث الرعب في الدوري الألماني بقيادته بايرن ميونخ إلى تخطي أوكسبورغ في عقر داره. المهاجم البولندي سجل هدفين ليرفع رصيده إلى 21 هدفا في 21 مباراة متربعا بذلك على صدارة ترتيب الهدافين. توماس ميلر أضاف ثالث أهداف العملاق البافاري فيما قلص بوباديا النتيجة لأصحاب الأرض قبل 3 دقائق على انتهاء المباراة. البايرن رفع رصيده إلى 56 نقطة وعاد إلى 8 نقاط الفارق مع بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه هذا الموسم. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين مفارقة تاريخية عد حملتها مباراة كل النجوم بين المنطقتين الغربية والشرقية. للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 51 أقيمت المباراة خارج الأراضي الأمريكية فاحتضنتها مدينة تورونتو الكندية. نسخة الموسم الحالي حملت أعلى نتيجة في تاريخ مباريات الـ NBA فانتهت بفوز المنطقة الغربية بـ 196 نقطة مقابل 173. لاعب المنطقة الغربية وأسطورة لوس أنجلوس ليكرز كوبي براينت خاض آخر مواجهة له في مباراة كل نجوم قبل اعتزاله نهاية الموسم الحالي وسلم الدفة لجيل جديد ممثل بأفضل لاعب في المباراة راسل ويستبروك من أوكلاهوما سيتي ثاندر وبنجم جولدن ستيت ووريرز ستيفن كوري. نهاية الموجز الرياضي، شكرا لكم على حسن المتابعة والآن عودة وإياكم إلى زميل ملحم. شكرا جزيلا لك يا عبير. ونحن بهذه الأخبار الرياضية نصل إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين. لجان الدفاع الشعبي تسيطر على كفرنايا جنوب تل رفعت بعد عين دقنة في ريف حلب الشمالي وتتقدم باتجاه كل جبرين. تركيا تواصل قصفها للأراضي السورية وموسكو تندد وتصف نهج أنقرة بالاستفزازي والخطر على السلام والأمن في الشرق الأوسط وفي خارجه. عشرات الجرحى الفلسطينيين أثناء تصديهم لاقتحام الاحتلال مخيم الأمعر في رام الله وإصابة جندي إسرائيلي. البنك الدولي يؤكد ارتفاع نسبة الفقراء في اليمن إلى 80% وعددهم إلى 20 مليون. وكان في الظهيرة أيضا في نافذة على إيران استعدادات للانتخابات البرلمانية ولمجلس خبراء القيادة الأسبوع المقبل. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. دمتم بخير.